الله وبإذن كل شرفاء ومناضلي جبهة التحرير الوطني سأرجع بريق جبهة التحرير الوطني. المهندس عبد الكريم بن مبارك أمينا عاما جديدا لحزب جبهة التحرير الوطني زيرتيب سبق لها وأن كشفت عن هذا الخبر قبل انعقاد مؤتمر لفلان. بن مبارك حظي بثقة الجمعية العامة للحزب حيث تم تزكيته بالإجماع خلفا لأبو الفضل بعجية. بن مبارك في أول تصريح له أكد أن نتائج المؤتمر كانت بعيدة عن شبهة الفساد، ولا فلان سيسعى في عهدي إلى بناء استراتيجية مستقبلية تعيد الأمل والثقة في صفوف مناضلينا في مواجهة الطامعين والمتربصين بوحدتنا الوطنية، وفي ظرف متميز حققت فيه الجزائر أشواطا معتبرة في مسار الإصلاحات التي التزم بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمام الشعب. زيرتيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.